تفاصيل الحلقة وخط سير الحلقة كالاتي: معنا برغل، معنا حمص بيستوي على النار، الأكلة دي بتاخد وقت شوية من السوى، معنا الكوسة الجراتان بتاعتنا بتاخد لحمة مفرومة. فخلونا نبدأ بأول حاجة، برغل بتفين مقاديره على الشاشة. معنا برغل مغسول مرة اتنين تلاتة، وبعد ما نغسله ونصفيه من المية، ده البرغل بتاعنا اهو زي ما هو، عليه عود نعناع أخضر. معانا الحمص الشام بيستوي على النار، بصل جوليان، بصل شرايح اهو بالشكل ده كده، هيتقطع علشان نشوحه على النار مع العود الروزماري اللي بيتقلب في زيت الزيتون، باخد في ليفر زيت الزيتون بطعم الروزماري اهو. ونمسك البصل ده نشوحه. المطبخ ده يعني فيه كده خبره، يعني لازم تكوني انت، يعني البصل لو انا ما حطيتش عود روزماري في قلب الزيت هيحصل حاجه؟ بالعكس، هيبقى حلو برده كل حاجه، بس الواحد لما يجود في حاجه هو بيحبها اكيد بتطلع جميله ولطيفه. وهنا نقول الابداع، ننزل بالبصلايه الجوليان الشرايح اهو كده اهو في قلب الزيت، زيت الزيتون، كاننا هنعمل مسخن بالظبط. ايه هو المسخن يا مغازي؟ المسخن ده صدور فراخ او فراخ بتتسحب وتتقطع شرايح، مع بصل شرايح، مع زيت زيتون، مع سماق، تستوي، تاخد البهارات، بابريكا، ملح، فلفل، وفي الاخير بنلفها في عيش صاج اللي هو خبز الشراك اللي هو الخبز السوري، يتعمل اصابع ويتحط فيه زيت زيتون غزير في قلب الصينيه. وده المسخن من المطبخ الاردني او الفلسطيني او الشامي. العود الروزماري بيتدلع مع بصل متقطع شرايح مع زيت زيتون. مش هنزل بالثوم خالص دلوقتي، ليه يا مغازي؟ عشان الثوم ما يتحرقش ويمرر لي الاكله بتاعتي، استنى على البصل لما يستوي. اه 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 طعم الحلو ده كده واحنا شغالين، اللهم صل على النبي. نجيب البرغل بتاعنا ونتكلم عن البرغل. البرغل ده مفيد جدا، حبوب القمح الكامله، قيمته الغذائيه عاليه جدا، في كل المعادن، الياف، كل حاجه حلوه في القمح. ومن العيش طبعا احنا كلنا ما نقدرش نستغنى، ولكن لما ناكل حبوب كامله زي القمح بيبقى مش لازم عيش على السفره، يعني ليه؟ الاكله دي مش محتاجه بقى عيش ولا محتاجه رز خالص. اه هو البرغل ده بيعتبر مصدر غني جدا لكل الالياف، لكل النشويات، لكل المعادن. اه بالشكل ده كده. اه احنا بنقلب البرغل مع التوابل والبهارات، ولكن برغل بتفين له لمسه سحريه. امتى نحط الحمص الشام ونستفيد بمية سليق الحمص؟ الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. وما زلت مع اسرار البرغل. مخرجنا بيقول لي هو ده البرغل اللي بيتحط مع التبوله؟ لا خالص، في برغل ناعم وبرغل خشن. ده البرغل الخشن اللي احنا بنستخدمه في الطبخ، اما البرغل الناعم ده بيستخدم في طبق التبوله او في الكبيبه اللي هي الكبه، كبه مقليه، كبه بصريه، كبه لبنيه، كبه محشيه، كبه سمائيه، وهكذا. عندنا البرغل على النار معاه بصله متقطعه شرايح او جوانح، هننزل بميه سليق الحمص. آه. شفتوا بقى التركايه هنا؟ انا ما جبتش شوربه فراخ ولا شوربه لحمه. هنا الاكل الصحي، ان انا ازاي اتفنن وابدع في عمل الاكله واهرب من الدهون اللي موجوده فيها، من المكونات بتاعتها، وابدا اخد من الحمص ده كده مصدر غني جدا للبروتين الامن. بس طبعا اللي معاه كوليسترول او مشاكل يعني دهون عاليه يقلل منه، هو والفول. اه حلو، نقلب الحمص مع البرغل كل ده مع بعضه. اه بهاراتنا يا عم الشيف شفناها مع بعض، الملح لسه ما حطيتوش. اه الاكله دي طيبه. البعض بيعملها بلحمه مفرومه، ممكن نحط لها فراخ مفرومه زي ما احنا عايزين، ولكن هي كده حلوه بصراحه، فيها كل العناصر الغذائيه موجوده. نغطيها بقى ونسيبها تستوي. حلو الكلام، خلصنا من اكله. نظبط الملح بتاعنا وما نوطيش عليها النار غير لما تغلي، خلي بالك ده مهم جدا. بتعملوا رز، بتعملوا برغل، الحاجات دي مهمه جدا، بس اجي اوطي النار لازم اشوفها بتبكبك قدامي، بعدين اهد النار عليها خالص. تعالوا مع بعض نشوف نكمل البرغل اخباره ايه. البصل الجوانح، البصل الشرايح، البصل الجوليان مع الحمص الشام مع برغل حبوب القمح الكامله الصلبه، واحنا عارفين البرغل الخشن من مصادر القمح الصلب. الله على الريحه،
ريحه القرفه الناعمه مع البابريكا مع الفلفل، شويه كمونه ارشهم على الوش. دلوقتي انا بحب الكمونه على الوش عشان الحمص ده، عشان ناكل منه ما يجيناش غازات وانتفاخات. خلي بالك تاكل طبق فول، حط شويه كمونه على طبق الفول بعد ما طبعا تهرسيه بالشوكه. الطبق ده حلو قوي على فكره، حلو قوي. شويه الكمون معانا. انت بتعمل ايه يا عم الشيف؟ والله للامانه انا معايا لوز، معايا لوز، ممكن احط لوز وممكن احط اللي انا حطيته دلوقتي. ايه ده يا شيف؟ بصلايه خضراء حلوه. ما احنا حسب الجو بقى وحسب الظروف اللي احنا فيها محتاجين نهتم بالبصل الاخضر، لانه طبعا مضادات اكسده، يقوي المناعه، قيمته الغذائيه عاليه جدا. اشتغلت ببصل اخضر، لازم اعقم ايدي كويس عشان هشتغل في حلو دلوقتي، واغير السكينه واغير البلانشه. ده المطلوب منك لما تيجي تشتغل حلو. معاك بصلايه، تشيل السكينه، تشيل البلانشه. شفنا المقادير على الشاشه. الحلو ده مش هياخد وقت كبير مننا. وايه فكرته بالظبط؟ احنا مع بعض اهوت، بس نروق الدنيا دي كده. ده مطلوب مننا، وده المطلوب منك. بتعملي طبق مهلبيه، شويه كنافه، قطايف، ايا كان، لازم المطبخ بتاعك يكون رايق.